أي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنعمل مع بعض النهارده يا حبايبي بقى كفتة رز. عندي المقادير بقى، معايا نص كيلو لحمة، معايا خضار، هناخد الورق بس ما ناخدش الجذور، يعني الورقة بس بتاعت الخضار. معايا شبت وبقدونس وكزبرة، كل حاجة شوية يعني. معايا بصلاية متقطعة قطعة، معايا 7 8 فصوص توم صحيحة، ومعايا الرز مطحون. هتصحنه في الكب او تشتريه مصحون جاهز بينباع جاهز. نص كيلو رز، نص كيلو لحمه، بصلايه وتوم، وعندي التوابل بقى اللي هحطها عليه، الملح وفلفل وكمون، وعندي 7 بهارات، شويه بابريكا وشويه توابل كفته لحم. لحمة مفرومة بس ده تكون فرمة كده. انزل بقى بالبصل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الخضار اهوت، بعد ما فرمت البصل والثوم حطيت الخضار. شوية رز، شوية شوية كده، حبة بحبة كده، شوية بشوية كده. الرز ده بقى عشان لو هتطحنيه في المطحنة أو في الكبة هتنقعيه 2 ساعة في المية. بعد ما تنقعيه تشيليه وتصفيه خالص وتنشفيه. تنشفيه بقى على صينية، على فوطة بتاعة المطبخ، المهم تنشفيه كويس خالص وتصحنيه في المصحنة، هيتصحن معاكي سهل جدا خالص. لما تنعميه كده يبقى ناعم خالص، مفيش ناعم أهو خالص زي السكر المطلوب. هنزل بقى بالتوابل اهي، وعايزه تحط اي بهارات زياده بقى حاجه ترجع لك عادي، عايزه تزودي اي حاجه، شطه خضراء، تزودي شطه حمراء اللي بين الناس اللي بتحبها حرقه سبايس. عاوز يروح يطحنها برضه في المصحنه عادي، بعد ما نخلصها اول كده نصبحها بقى صوابع ونصحى ونحمرها في الزيت، نقلها في الزيت. عايزه بقى تعملي اكتر ضعف الكميه، انا عايز اعمل ازيد. ريحتها طالعه جميله، بصل وخضار. الريحه بتاعتها
مستلمينها. ده كمان لفه. مع بعضها ازاي؟ نبتدي بقى نصبعها كده صوابع كده اهي عشان هنحمرها في الزيت. عايز تعملها بقى كور برضو كده مدوره، ده اختيار بقى من الاشكال اللي انت عايزاها. لو لقيتها بتلزق بقى في ايديك تحط تعوز ايدك شويه زيت، هي ما بتلزقش وجميله ما شاء الله، ما بتشبطش في الايه عشان هي معموله كويس. شوف الحلقة اللي بتطفيها على الموت. كوني مشغل خلصي بقى كده نصها او تخلصيها كلها تصبيع كده اهوت، وتولعها على الزيت بقى يسخن عشان تحطها فيه. ريحتها كمان جميله من الخضار والتوابل، يعني العجينه بتاعتها شايفين متماسكه ازاي؟ شايفين العجينه؟ لا لفت في الكبه دوت يبقى سخنت كويس. تحطها بقى في اطباق تفرديها كدوت عشان ما تلزقش في بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الزيت سخن معايا، انزل بقى بالزيت وهي الزيت سخن، انزل بقى بالكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. ندي لها النار شويه عشان تستوي من جوه، شايفين اللون بتاعها جميل ازاي؟ اللهم صل على النبي. هكون معلقه على الصلصه بقى على الشغله التانيه. الصلصه حطيت معلقتين زبده ومعلقتين زيت وبصل، قطعت بصل قطعة صغيرة زي ما كنا هتقلل لأي طبيخة تطبخية. حطيت معلقة صغيرة ثوم مفروم، حط ملح بقى وفلفل. خلاص بس
ممكن تتاكل كده اهو. طلعتها اهي، حمرتها، شوف اللون الاحمر حمرها كويس. ده شوفها لو عايزه بقى تخزنها في الثلاجه، تقعد في الكيس على قد الطبخ رد ما تطبخ، تحطها في كيس وتربطها تحطها في الفريزر، تقعد معاكي وقت كبير جدا، 3 شهور 4 شهور تقعد زي ما ما بتصبحش اي حاجه عشان هي متحمره. شايفين بقى وحمرها كويس، هي جامده ومرمشه وجميله اهي، طالعه جميله ما شاء الله عليك، لا كشك ولا في الزيت ولا اي حاجه، زي ما حطيتها نفس ال زي ما حطيتها زي ما طلعتها. حط بقى كده، انزلها بقى في الطماطم بتاعتها الصلصه كده، انزلها بقى في الصلصه. تعملي بقى شويه بطاطس مكعبات، بس ما تنزليش بالبطاطس الا لما الكفته تاخد ايه يعني، تاخد لها غلوتين ثلاثه كده، عشان البطاطس بتستوي قبل الكفته، الكفته بتاخد وقت اكتر من البطاطس. ما شاء الله على طعم جميل. الصلصة هي بقى تحط لها الملح والفلفل، وتسبكت على ال سبكت اهي، هتحط لها بقى شوية شوربة أو شوية مية، كوباية شوربة أو كوباية مية اللي موجودة عندي، عشان الكفتة فيها لحمة أصلا. كده ننزلها بقى في الصلصة هاي. شكلها جميل ازاي، نكهتها طالعه جميله. حط عليها بقى وهديلها النار شويه، هتقلبيها برضه من وقت للتاني عشان هي ما تنساش منك الحل. هنزل بقى بالبطاطس مع الطعام مكعبات اهي وغسلاها، بعد ما الكفته خدت شويه كده غلوتين ثلاثه عشان البطاطس تستوي. كمان شايفين بقى طعمها وريحتها اهي جميله. البطاطس بقى تستوي تطفى على النار، والكفته هتلاقيها استوت روحها، الكفته اصلا قربت تستوي خلاص يعني، دخلت في مرحله استوى خلاص يعني. تعالى بقى تاخد غلوه الطبق التاني. طبعا متحمره ده، شايفين بقى الكفته، الكفته في الحله لا فرطت ولا غيرت طعم الصوص. شوف شوف الصوص بتاعها، الصلصه بتاعتها اهي، رز فيها فارط الصبع بصبع زي ما هو، شايفين الشكل بتاعه اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لو عجبتك بقى الوصفه بتاعتي اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. نغرف بس في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس دلوقتي كمان بتاخد من طعم الكفتة، بيبقى طعمها جميل.
اتفضلوا بقى من هنا وشيف. الكفته اهيت الصلصه